طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مجددا في شابتر اللي هو نمبر 5، اللي هو بيتكلم عن sterilization and disinfection. طبعا بالنسبة لموضوع sterilization و disinfection، موضوع مهم جدا في علم اللي هو الميكروبيولوجي. ايش بنقصد به اللي هو مصطلح اللي هو sterilization؟ sterilization عبارة عن process، عملية بتم من خلالها اللي هو all forms of microbial life including bacterial spores, vegetated pathogenic and non-pathogenic are killed. إذا عندنا sterilization الهدف منها عملية killing لمين؟ للبكتيريا وكل أنواع اللي هي البكتيريال جروث أو الميكروبيال جروث. يعني نتكلم عن البكتيريا، نتكلم عن الفيروسز، بنتكلم عن الفانجاي، بنتكلم عن البكتيريال سبورز المتحوصله او الفيجيتيتيف النشطه الباثوجينيك او النون باثوجينيك. اذا انا لما بدي اقوم بعمليه sterilization، انا بدي اعمل كيلينج لكل اشكال الحياه اللي موجوده في الوعاء اللي بدي اعمل له sterilization، او اللي هو الوسط اللي انا بدي اعمل له sterilization. زي مثلا الكالتشر ميديا، الكالتشر ميديوم اللي هي الوسط الغذائي اللي هو بننمي عليه الميكروب، لازم نعمل له sterilization قبل ما انا استخدمه للكشف عن اللي هو المايكرو اورجانيزمز. في عندنا شيء مصطلح ثاني يسمى disinfection. dis تعني نزع، infection تعني اللي هو نزع الانفكشن، واللي هي تعرف على انها process by which pathogenic organisms but not necessarily all microorganisms or spores are destroyed. يعني انا بنزع الانفكشن او اللي هو بعمل على منع الانفكشن، ولكن مش بالضروره اني اقتل كل اللي هو الكائنات الحيه اللي موجوده او السبورز اللي هي تدمر. لان عندنا الاستراليزيشن مفهوم اشمل من اللي هو الديس انفكشن. في عندنا شيء بسموه ديس انفكتنت وانتيسبتيك. في عندنا مواد تسمى disinfectant، وdisinfectant يعني بتنزع الانفكشن، وانتيسبتيك اللي هو برضك مضاد ل اللي هو الميكروبيال جروث. الdisinfectant والانتيسبتيك عباره عن مصطلحين لمفهوم واحد اللي هو هدفه اللي هي عمليه منع اللي هو نمو البكتيريا في المكان اللي انا بدي استخدمه في هاي الdisinfectant او اللي هي الانتيسبتيك. الديسانفكتنت اللي هو طبعا يعتبر is a toxic preparation، يعني بنستخدم مواد كيميائيه تسمى ديسانفكتنت، وهذه طبعا مواد ممكن تكون توكسيك، بينما الانتيسبتيك يعتبر نون توكسيك سبستانس. الانتيسبتيك تستخدم للليفينج تشيو، يعني انا لما بدي استخدم مثلا على سبيل المثال الالكوهول جيل عشان انا اعقم او اعمل عمليه disinfection لمين؟ لاسطح اللي انا بدي اعرضها للي هو الالكوهول جيل، او بدي استخدم اللي هو البوليدين على سبيل المثال لتنظيف الجروح. بستخدمهم هذول لمين؟ للليفينج تيشيو. الdisinfectant ممكن انا استخدم الكلور مثلا، الكلور اللي هو عباره عن مادة كيميائية تعتبر اللي هي disinfectant، تقتل اللي هي الكائنات الحية طبعا، وليس كلها طبعا، ولكن لا تستخدم مثلا للليفينج تيشو، تستخدم للأسطح. ممكن استخدمها للأسطح اللي هي المكاتب أو للحمامات أو الأرضيات أو أي مكان، ولكن مش اللي هو الليفينج تيشو. عملية اللي هي الاستراليزيشن والديسانفكشن الهدف منها control microorganism، بدي انا احد من وجود الميكروorganisms او الباثوجينز in the environment في الوسط او المحيط اللي هو بدي امنع وجود الميكروب فيه. فبالتالي الهدف من sterilization هو control microorganisms or pathogens in the environment، وبالتالي بنعمل protection للpatient واللي هو العاملين الستاف من الكونتامينيشن اند ديزيزز، وبالتالي بدي احفز بسموه الهيلينج اند ويلنس.
يعني أنا بشتغل في مستشفى، بشتغل في مختبر، بلبس جلوفز عشان أنا أمنع الميكروبس أو الباثوجينيك مايكرو أورجانيزمز إنها تعمل تلوث لإيدي على سبيل المثال أو الفيروسز. كذلك بستخدم الديس انفكشن ديس انفكتنت والأنتيسيبتيك علشان أنا أعمل كنترول، أحد من وجود هذه الكائنات في الوسط اللي بحيط فيه. كذلك بدي أعمل اللي هو منع لوجود أو ظهور أمراض عند الشخص اللي بدي يتعرض لمين؟ للهاي المايكرو أورجانيزمز. على سبيل المثال الجروح، لو كان عنده واحد عامل عملية جراحية أو عنده جرح، فبالتالي لازم أنا أستخدم هاي اللي هو الأنتيسيبتيك سوليوشن عشان أنا أحافظ على المكان هذا خالي من الباثوجينيك مايكرو أورجانيزمز. لو كان في عندنا improper application، لو أنا طبقت عملية sterilization والdisinfection بشكل خاطئ، هتؤدي إلى وجود microbial resistance. يعني بمعنى آخر، لو أنا استخدمت كحول مثلا، بدل ما استخدم كحول 70% مثلا، بستخدم كحول 50%، أو بدي استخدم كحول نسبة 30%، كويس، وبدي اعقم اللي هو او بدي اعمل ديس انفكشن وانتيسبتيك او اللي هو يعني نزع لا اللي هو الكائنات الحيه، فبالتالي انا بدي امنع الانفكشن، استخدمت مثلا الكحول جيل تركيزه 30%. هل انا هستطيع ان اقتل الميكروب؟ لا مش حقدر، لانه وجدوا انه نسبه 70% كافيه لقتل الكائنات الحيه. وطبعا في هنا سؤال نسألكم إياه، ليش الكحول 70% يعتبر جيد، وأيهما أفضل 90% مثلا أو 100% الكحول ولا 70؟ وليش ليش بنعتبر الكحول 70% مثلا يستخدم؟ هل لأنه أفضل نسبة تستخدم، ولا ممكن نستخدم اللي هو نسب أقل أو أكثر؟ وطبعا وجدوا انه الكائنات الحيه لما اللي هو تتعرض لنسب غير سليمه من الانتيسبتيك او الديس انفكشن، بصير عندها مايكروبيال ريزيستنس، وبزيد عندنا الانكريز ريسك اوف نوزوكوميال انفكشن. وهنا بيجينا موضوعين مهمين، المايكروبيال ريزيستنس، وهذا موضوع بدنا تعمل عليه بحث اللي هو المايكروبيال ريزيستنس. موضوع تاني بسمونه نوزوكوميال انفكشن. اذا عندكم موضوعين، هي مواضيع بحثيه ومواضيع وموضوع لسؤال الكم في الواجب، ليش احنا بنستخدم اللي هو الكحول مثلا جل 70%، وليش ما نستخدم نسب اعلى او اوطى، وايهما افضل، وش السبب؟ وكمان السؤال الثاني، ليش بصير عندنا مايكروبيال ريزيستنس؟ مايكروبيال ريزيستنت يعني الميكروبات بتصير مقاومه لمين؟ للمواد القاتله للميكرو اورجانيزم. يعني بعد فتره من الاستخدام المضادات الحيويه على سبيل المثال، بنلاحظوا انه المريض بصير عنده مايكروبيال ريزيستنت. وبالتالي اذا صار عندنا زادت الميكروبيال ريزيستنت، حتزيد عندها فرصه اللي هو بسمونه نوزوكوميال انفكشن. نوزوكوميال انفكشن ضروري تعرفوا او تعرفونا ايش يعني نوزوكوميال انفكشن. طيب ايش الليفلز اوف مايكروبيال ريزيستنت؟ في عندنا مستويات اللي هي المايكروبيال ريزيستنت. فينا الباثوجينز اللي هي الميكروبات الممرضه، وجدوا ان هذه المايكرو اورجانيزمز اللي هي بتسبب ديزيزز اللي تسمى باثوجينز، اللي منا الفيروسز والبكتيريا والفنجاي والبروتوزوان والبريونز. في عنا اللي هي الباثوجينيك مايكرو اورجانيزمز، وفي عنا ديفرنت كلاسز للباثوجينز تختلف ان اللي هو بالريزيستنت تبعتها، وكمان مقاومتها للي هو الكيميكال اللي هو ابلكيشن، يعني عباره عن المواد الكيميائيه تعمل لها ديستركشن. فانا طبعا نقطه مهمه جدا انه الباثوجينز تعتبر أولوية كبيرة جدا في عملية sterilization والdisinfection. تفضل يا محمد اسأل. السؤال الثاني تاع الواجب، ما هو الميكروبيال ريزيستنس؟ ايش تعريفه مثلا او هاد
ولا كيف بدك نشرح لك عنه؟ انا بسأل سؤال بقول انه الـ improper application of method of sterilization and disinfection. يعني لو انا استخدمت طرق sterilization، وهنا بيجينا سؤال ايش الفرق بين الـ sterilization والـ disinfection؟ اذا عندكم عدة اسئلة. السؤال الاول بقول what is the difference between sterilization and disinfection؟ والسؤال الثاني بيسأل عن اللي هو how microbial resistance happen في حالة حصول الـ improper application، لو كان عندنا استخدام خاطئ للـ sterilization والـ disinfection بصير عندنا microbial resistance. السؤال why، ليش بصير عندنا microbial resistance why؟ وكمان السؤال الثاني بيقول why اللي هي الـ improper application و sterilization، ليش لو صار عندنا improper غير كافي ليش بيزيد عندنا فرصة اللي هو النوزوكوميال infection؟ وهنا طبعا بتطلب انكم تعرفوا ايش يعني microbial resistant، كيف بتحصل الميكروبال resistant في حالات الـ improper sterilization، وكذلك كيف بتزيد فرصة النوزوكوميال infection. بدي اضطر اعرف ايش يعني النوزوكوميال infection وايش اللي بيخلي النوزوكوميال انفكشن تزيد نتيجه عدم استخدام المعقمات او طرق التعقيم الكافيه واللي هي او المناسبه. بالنسبه للبكتيريا والمايكرو اورجانيزمز بشكل عام، البكتيريا والفيروسز وعندنا الاذر تايبس، وجدوا انه الاكثر مقاومه لا disinfectant او الانتيسبتيك، وجدوا انه الموست ريزيستنت اللي هو البروتوزوان سيست. البروتوزوان سيست اللي هي عباره عن الحويصلات اللي هي الطفيليه، طفيليات الى حويصلات، وجدوا انه اكثر انواع اللي هي المايكرو اورجانيزمز مقاومه للديسانفكتنت، والبكتيريا السبورز بعدها، نون انفلوبد فيروسز بعدها، تي بي اورجانيزمز اللي هو ميكروب يسمى تيوبر كولوسيز اللي هو بيسبب السل الرئوي، الانفلوبد فيروسز، الفانجاي، الفيجيتيتيف بكتيريا. يعني ملاحظين انه الفيجيتيتيف بكتيريا اقل انواع الكائنات الحيه مو اللي هي ريزيستنت، بعدها بيجي الفطريات، بعدها بيجي الانفلوبد فيروسز، وهكذا لغايه ما نصل للبروتوزوان سيست. وهنا طبعا يعني بيتطلب انه نجاوب على السؤال ليش في عنا تدرج في عملية الريزيستنت؟ ليش تعتبر الفيجيتيتيف بكتيريا أكثر أنواع البكتيريا يعني تعتبر فراجايل؟ فراجايل يعني هشة، يعني ممكن القضاء عليها بسهولة. إيش العوامل اللي بتأثر على اللي هو القدرة على قتل المايكرو أورجانيزمز؟ الفاكتورز اللي هي influencing ability to kill microbes، اول شيء الـ strength of killing agent، يعني الماده القاتله اللي هي المايكرو اورجانيزمز مدى قوتها على عمليه القتل، time that the agent has to act، الوقت الكافي لاستخدام هذه الايجنت لقتل الميكروب. يعني مثلا انا بقول والله بستخدم الالكوهول جل عشان انا اعمل اللي هي disinfection للمايكرو اورجانيزمز الموجوده على ايدي او على الاسطح، كويس؟ فبالتالي قديش التركيز الكافي للقتل، الوقت الكافي عشان الماده هذه تقتل، التمبريتشر اوف انفايرمنت اللي هي درجه حراره البيئه المحيطه، وهي طبعا هذه يندرج تحتها الريت اوف مايكروب ديث دبلز وذ افري 10 اللي هي degrees rise in temperature. كل ما زادت درجة الحرارة 10 درجات بصير عندنا يعني الميكروبيال ديث دبلز، يعني بزيد قدرة اللي هو disinfectant على انه يكون قاتل اكثر. يعني بمعنى اخر تعريض الميكروب لدرجة حرارة عالية يعني بتعزز قدرة اللي هو disinfectant لقتل المايكرو اورجانيزمز. type of microbe، نوع الميكروب كمان بيحدد يعني نوع الديسانفكتنت المناسب لقتله. في عندنا ميكروبات شديده اللي هو المقاومه، وفي عندنا ميكروبات لها سبورز، وفي عندنا فيروسز، في عندنا مايكرو اورجانيزمز متحوصله او لها سيست
او إلها كبسول، كل هذه طبعا بتحدد قدرة اللي هو disinfectant على قتل الميكروب اللي هي type of microbe. The environment around the area to be decontaminated. كمان أنا بدي أعمل contamination لمكان أو decontamination لمكان، فبالتالي بحدد اللي هو الأجواء المحيطة بهذا المكان. يعني مثلا لو أنا بدي أنظف مكان في بقع زيتية مثلا أو ترسبات زيوت، حيكون صعب إنه أقتل الميكروب في هذا الوسط، لأنه بحتاج إلى يعني تنظيف قبل عملية الديكونتامينيشن. كذلك الـ number of microbes to be killed مهمة جدا، وبتأثر على قدرة اللي هو disinfectant أو antiseptic على اللي هو قتل الميكروب. طيب كيف اللي هو أو how microbial control methods work؟ كيف عملية اللي هي ضبط أو الحد من النمو البكتيري بتشتغل؟ أو المود بسموه of action لمين؟ للdisinfectant والantiseptic solution. في إن عدة طرق لعملية قتل الميكرو أورجانيزمز، وطبعا يعني في عنا different physical and chemical method destroy or inhibit microbes in several ways. يعني في عنا عدة طرق الهدف أو تقوم بقتل أو تقوم بمنع الميكروب أن ينمو. يعني ممكن الdisinfectant ما يكونش عنده قدرة على قتل الميكروب، ولكن عنده قدرة على منع الميكروب أنه يتكاثر، وهي تعتبر طرق من طرق للdisinfection. طبعا المود اوف اكشن للdisinfectant وطبعا او الانتيسبتيك انها بتعمل دمج للسيل وول او الممبرينز. عشان تدمر الميكروب بدها تدمر الجدار الخارجي تبعه او الغشاء الداخلي. كذلك في عندنا disinfectant interferes with cell enzyme activity or metabolism. في عندنا disinfectant تشتغل على منع نشاط الانزيمي او العمليات الحيويه داخل الميكروب. على سبيل المثال في عندنا disinfectant زي الانتيبايوتيك بتمنع الريبوزوم في البكتيريا انه يصنع بروتين على سبيل المثال، فبالتالي بتموت البكتيريا نتيجه عدم قدرتها على تصنيع البروتين. في ان مواد قاتله للبكتيريا بتدمر السيل ميمبرين، في ان بتدمر السيل وول، في ان اللي هو انواع من الديسنفكتنت بتقتل من خلال الاكسديشن، الاكسده، الهيدروليسز، الهيدرا، الريدكشن، الاختزال، والكواجوليشن اللي هي عمليه التخثر، والبروتين ديناتشوريشن اور ذا فورميشن اوف سولتس. يعني العلماء اشتغلوا على هاي الديسنفكتنت بطريقه انهم يصنعوا اللي هي مواد قاتله للبكتيريا او المايكرو اورجانيزم بطرق مختلفه. وطبعا ايش اللي بخلي العلماء يشتغلوا بهذا الشكل؟ اللي هو وجود الميكروبيال ريزيستنت، وهذا السؤال طبعا بنساله مره ثانيه، ايش يعني ميكروبيال ريزيستنت؟ في عندنا عده طرق لعمليه ستريلايزيشن، في عندنا الفيزيكال ميثودز اللي هي طرق بسموها الفيزيائية أو بمعنى آخر اللي هو استخدام أدوات، وهذه الأدوات تعتبر طرق أو تجهيزات معينة مش مواد اللي هي كيميائية. الطريقة الأولى اللي هي بسموها الإنسريشن أو الإنسريليشن اللي عملية الحرق. فينا الطريقة الثانية بسموها المويستيت اللي هي الحرارة المشبعة بالبخار، بنسميها steam sterilization، واللي احنا بين قوسين بنسموه الاوتوكليف. اوتوكليف يعني جهاز التعقيم، هنتكلم عنه لاحقا. فينا طريقة ثالثة اللي هي عن طريق الأفران الحرارية بسموها الدراي هيت، يعني برفع درجة حرارة المكان لدرجة بتصل ل 160 أو 190 درجة مئوية، وممكن تكون أكثر أو أقل حسب طبيعة اللي هو المايكرو أورجانيزم اللي أنا بدي أقتله. فينا طريقة رابعة اللي هي عن طريق الراديشن زي الأشعة الفوق بنفسجية أو الإكس راي أو بسموها الجاما راي. كل هذه طبعا بتعمل عملية ديستركشن للي هو المايكرو أورجانيزم. في طريقة خامسة اللي هي عن طريق الفلتريشن، يعني أنا لما بدي أمنع وجود البكتيريا في مكان ما مثلا أو الفيروسز بستخدم فلترز، وهذه الفلترز بتعزل الميكروبات بناء على ايش؟ على الحجم، يعني بتمنع مرور الكائنات الحيه من خلال فلتر معين.
الطريقة الأولى اللي هي الانسريشن اللي هي عملية الحرق، اللي هي طبعا بنعرض اللي هي expose objects to hot fire for burning objects that cannot be cleaned as dressing full of pus. يعني الهدف ان احرق الاشياء الملوثة لان بقدرش اقتلها الا بهذه الطريقة. وكذلك تستخدم عملية الحرق لعملية dispose of tissue، الأنسجة كذلك اللي هي الملوثة ممكن يتم عملية اللي هي حرقها، وطبعا تعتبر اللي هي efficient يعني طريقة يعني فعالة لعملية sterilization، تعمل complete sterilization يعني بتعمل قتل لكل أنواع أو أشكال الحياة اللي موجودة في الوسط اللي أنا بدي أعمل له حرق.